كابتن ياسر، شفت عربي بدر ومحمد فخري، وانت راجل اشتغلت في قطاع الناشئين وكان ليك يعني بصمات في قطاع الناشئين، شفت اداء عربي بدر ومحمد فخري، محمد شكري، شادي رضوان، اللعيبه مصطفى شوبير قبلهم في الكاس، شفت اداء الشباب ازاي؟ بص يا كابتن اسامه، انت عارف اللعيبه دي بتبقى محظوظه اللي هي موجوده في النادي الاهلي كويس، واللي هم يدخلوا في مباريات الاجواء مساعداهم. النادي الاهلي الحمد لله كنا واخدين بطوله الدوري، اللاعب مش داخل تحت ضغوطات، ودي مهمه جدا عشان لما اللاعب يبقى موجود تحت ضغوط بيبقى صعب قوي الموضوع عليه. لكن اللي هو ينزل في وقت في ارتياحيه وينزل يمتع نفسه ويتبص عليه كويس، فدي فرصه كويسه. فانا اعتقد اللعيبه اللي لعبت الفتره اللي فاتت وظهرت بشكل، كل اللي موجودين من الناشئين عندنا لعبوا وموجودين في الدرجه الاولى ظهروا بشكل كويس، وده زي ما حضرتك قلت دي بدايه. والنادي لو طول ما انت بتلعب فيه لغايه ما بتبطل كوره كانها البدايه. يعني تقول لا انا عايز يعني اخر فتره في حياتك مع النادي الاهلي، ما ينفعش تقول انا كده عملت اسم وبيتني، ما ينفعش. كل يوم النادي الاهلي عايز يكسب، عايز بطوله، عايز يبقى انت ادائك يبقى كويس، حاجات كتير قوي. بقيت من ناشئين طلعت الدرجه الاولى، ولو بقيت موجود هتلاقي برضو الامور بقت صعبه عليك. كل وقت الموضوع مش سهل. النادي الاهلي كله ضغوطات، لكن انت محظوظ او انت الحظ كان مساعدك ان النادي الاهلي واخد بطوله الدوري بدري، نزلت في توقيت الناس متقبلاك. والتقبل الحمد لله انت نجحت فيه. يعني المهم الوقت المناسب اللي تدي فيه الناس تأكيد. عشان اكسبه، عشان تكسبه، عشان كمان ما تبقاش عامل عليه لود مش بتاعه لسه. ليه؟ برضو هو عارف النادي الاهلي وعارف تيشيرت النادي الاهلي وعارف اللي ناس كتير قوي بتتفرجوا على النادي الاهلي. شايف محمد فخري في صناعته الهدف ده، محمود كهربا كان قبله عربي بدر، عجبني قوي الشخصيه بتاعتهم مع النادي الاهلي والبدايه، مش راهبين الموقف. كابتن اسامه الموقف يعني النتائج بتاعتنا نتائج النادي الاهلي مساعده الولاد دول يطلعوا طبعا. لكن انت ما تنزل ناشئ واحنا محتاجينه هيبقى الامور صعبه. عشان كده النادي الاهلي ما بيجي ينزل ما ينزلش لعيب عارف اللي هو خامه كويسه وماشيه كويسه بلغه الكره، وانزله في توقيت صعب يتعبه او بلغه الكره عندنا ايه مش عايزين احرقه بمعنى صح. لكن هو ما ينزل في توقيت في الهدوء وفي ارتياحيه في اللعب وفي لا الامور بتبقى سهله عليه. فهو الوقت انت خدت فرصه والفرصه شكلها كويس موجود مع النادي الاهلي وعندك في الاستمراريه خير. النادي الاهلي عايز يخليك تكتسب خبرات وتطلع بره عشان تكسب الخبرات وترجع تاني يبقى لعيب كبير، الاعارات برضه دي كويس. في جميع الاحوال طول ما انت بتلعب وانت صغير وطلعت الدرجه الاولى، عشان كده الناشئ لما بيطلع درجه اولى صعب تنزله تاني الناشئين كويس. خلاص دي وجهه نظر، نقل خطوه تانيه، نقل خطوه تانيه، وفي نفس الوقت هيتعب لو انت رجعته تاني. فانا بحب اللعيب اللي ما يصعد ويبقى خلاص الجهاز الفني مقتنع بيه وتمام خلاص يبقى موجود. طيب انت حاسس الولد ده خامه كويسه بس انا مش هستفاد منه، ما تنزلوش الناشئين، نطلعه اعاره بره. موضوع الاعارات ده ما شاء الله لازم نجح بشكل كبير بالظبط. فنتمنى ان شاء الله اللي يبقى عندهم الاستمراريه ان شاء الله. طيب.